طيب ازيكم بقى مره كمان عاملين ايه؟ بس خد بالك الخبر ده بقى ايه، محتاج نقعد نفتح مخنا وايه نوسع مداركنا قدر الاستطاعه عشان نفهم. البورصه المصريه كسبت تقريبا 54 مليار جنيه في ختام تعاملات النهارده. طب شو ده؟ اولا 54 مليار ده رقم محترم محترم. طيب تعالى بقى، سهم طاقة عربية قفز قد ايه؟ 1000% وزيادة. انت عارف يعني ايه 1000%؟ يعني 100 ضعف وزيادة. فألغي التداول عليه. اقول انا؟ لا ما اقولش. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور رانيا يعقوب، خبير الاقتصاد واسواق المال. اهلا بيك يا دكتور رانيا. مساء الخير، اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. ربنا يخليك. اولا تحليلك لارباح النهارده ال 54 مليار وشويه. طيب، هو البورصه المصريه النهارده ارتدت مؤشراتها بعد مجموعه من جلسات كانت هبطت، وده امر طبيعي في البورصه نتيجه عمليات جني ارباح، كان في مبيعات من جانب فنادق، وكان طبيعي ان الاسهم وصلت لمرحله كان لازم ترتد منها اللي هي بنسميها مناطق ضعف. حلو. ولكن بصورة عامة كان عندنا طرح في البورصة المصرية لأحد الأسهم القطاع الخاص، وهو شركة طاقة عربية، وحصل امبارح إلغاء لعمليات اللي تمت على هذا السهم نتيجة إن كان في عمليات غير معبرة عن السوق والسعر الحقيقي، وكانت أخطاء في عملية التداول، فاتجهت الجهات الرقابية لإلغاء مثل هذه العمليات. والنهارده تم برضه ومن المتعارف عليه إن لما السهم في أول يوم ليه للتداول على الشاشة بيترفع عنه الحدود السعرية. ماشي. فده سبب الصعود النهارده، إن السهم صعد، خلينا نقول فكرة صعود سهم طاقة هو بالقيمة الإثنية بتاعته 50 قرش، القيمة العادلة ليه 8.90 جنيه قرش. أول يوم بيتم التداول على أي سهم ممكن يعمل أكثر من 100% وممكن يصعد. النهارده تم إغلاق السهم على مناطق ال 20 جنيه، من بكره هيرجع تاني للحدود التداول السعرية اللي هي الحدود القصوى اللي هي ال 20% صعودا وهبوطا. طيب بس حضرتك، ويمكن النهارده الصعود اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اللي خلى ارتفاع في رأس المال السوقي، واللي سمع فيه ارتفاع ان فكره ان راس المال السوقي للبورصه المصريه صعد النهارده ما يقترب من ال 54 مليار جنيه. طب دكتور رانيا، استخدمتي مصطلح كده انا عايز افهمه متعلق بسهم طاقه عربيه، قلتي حصل عليه تداول، وقلتي تداول ايه؟ استخدمتي كده مصطلح ان هو يعني ايه؟ غير معبر عن غير معبر. ايوه الحقيقي. يعني ايه تداول غير معبر؟ يعني مين اللي كان بيتداول وبيتداول ازاي؟ خلينا نوضح الامر ده، لان في الحقيقه في لغط كبير جدا عند كثير من الافراد. سمعوا النهارده بعض المنشطات الغريبه اللي بتقول لك سهم صعد من نص جنيه ل 500 جنيه. فكله جري يشتري. خلينا نوضح الامر ده. في الحقيقه في احد طرق التداول، وهي الطريقه عن التداول الالكتروني، وفيها العميل بيتداول بنفسه، هو مش بيلجا لشركه السمسره، ولكن عن طريق الموبايل ابلكيشن او التداول الاي تريد، العميل هو بنفسه بيبقى عنده فلوس في حسابه، فبيدخل يحط طلباته وعروضه بنفسه دون الرجوع الى الشركه او الوسيط اللي بيتعامل معاه. ده نوع من انواع التداول. ففي بعض العملاء امبارح بدون خبره، وخليني يعني يمكن هنا اقول ما حدث بالامس ده بيعبر عن ان في انواع من التداول المستثمر لازم يكون عنده وعي بيها. فالنهارده في واحد اول يوم معروف ان في اول يوم ما فيش حدود سعريه، فاي حد بيعرض بالسعر اللي هو عايزه. فواحد راح دخل طلب خمس اسهم مثلا على 500 جنيه. فده امر، او هذا السعر يعني هذا المستثمر النهارده لما بنيجي نساله وجهات القضيه توجهت طبعا بفتح التحقيق في هذا الامر، بتسال المستثمر، لان يعني شبهه التلاعب هي شبهه بعيده، لان عدد الاسهم اللي تسببت في تنفيذ هذا السعر هي اسهم بسيطه جدا، و75 عمليه يعني رقم هزيل جدا. فهذا المستثمر النهارده هتساله طب ايه القيمه العادله؟ مش عارف القيمه العادله. طب انت ليه اشتريت ب 500 جنيه؟ بجرب.
فالفكره العامه ان التجربه دي وان السوق ينفذ بالسعر ده، ده بيدي ايحاء او قيمه غير حقيقيه للشركه. ما انا النهارده عندي عدد من الاسهم مطروح، لما نيجي نقيم الشركه هضربه في سعر التداول بتاعها. هل النهارده ال 500 جنيه ده هي قيمه عادله لهذه الشركه؟ بالطبع لا، لان المستشار المالي المستقل حدد القيمه العادله بقيمه ال 8 جنيه 90 قرش. طب سؤال، هل دكتور رانيا كخبير في اسواق المال بالبلدي كده بلع قصه اصل انا بجرب؟ اه طبعا يا فندم، لان انا هقول لحضرتك على حاجه، عارف الكميات اللي اتنفذت هي مش كميات كبيره، خمس اسهم وعشرين، ما هي مش كميات كبيره، بس حضرتك ادرى مني بقى بكتير، يعني اشتري على الاشاعه وبيع على الخبر، دي البورصه. فانا النهارده لما يبقى في عندي 75 بيشتروا على الاشاعه، فال 75 يبقوا 750. ايه بقى الاشاعه يا فندم؟ ما هو مفيش اشاعه، ابو 500. في كتير قوي في المصطلح ده. الاشاعه هنا هي ممكن بيبقى توقع، في خبر، في ازمه حاصله ففي قطاع هيستفاد منه، في ما هو مثلا لما حد يقول انا داخل اشتري سهم طاقه عربيه على 500، انا كده بطلق شائعه. ما ما هو ما انا هقول لحضرتك على حاجه، دايما الشائعه بترتبط بحجم تداول برضه. ما هو لما واحد يشتري خمس اسهم هو ما لحقش، هنا القوه الشرائيه، مفيش قوة شرائية، بس هو ملحقش. بالظبط، هو بس ضرب بالزبط. ايه؟ ضرب عيار في شنك في الهواء. 500 طاقة عربية ب 500. عيار في شنك ده نتيجة حاجة اسمها مستثمر غير مؤهل. أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، إحنا لما بيبقى عندنا في البورصة عندنا حاجة اسمها الطرح الخاص، لما بيبقى في أي طرح بيبقى جزء منه طرح خاص للمستثمرين ذوي البلاءة المالية المرتفعة والمؤسسات، وطرح عام للأفراد. الطرح الخاص ده المستثمر اللي بيدخل الطرح الخاص ده بنسميه مستثمر مؤهل وليه صفات معينه، اولا لازم يكون عنده خبره خمس سنين في التداول، ثانيا لازم يكون عنده قيمه من الاصول تضمن يعني مش اقل من 5 مليون جنيه مثلا. ليه بقى يا فندم؟ لان ده مستثمر ما ينفعش النهارده يدخل في نوع من التداول بهذه المخاطره وما يكونش عنده الخبره والوعي الكافي. للاسف ما حدث الامس من عمليات هي لا تعبر الا عن اخطاء في الطلبات من جانب افراد مش من جانب مؤسسات بكميات بسيطه جدا، وبالتالي ادت ان الاسعار اللي تم التنفيذ عليها هي اسعار بعيده تماما عن اي قيمه وعن يعني ولا تعبر عن قيمه الشركه. ولو ما كانش تم الغاء العمليات دي للاسف كان ممكن ده يؤثر على قيمه الشركه اللي مطروحه بصوره عكسيه. كويس، ده معناه كده انه هنبدا التداول على السهم بكره ولا هيتوقف شويه؟ لا يا فندم خلاص، احنا النهارده حصل اقفال، يعني الاقفال ده احنا بعد عمليات امبارح ده يعتبر اول يوم النهارده واتفتحت فيه الحدود السعريه. أوكي. وتم اقفال السهم على 20 جنيه، من بكره هنتحرك في حدود سعريه 20% صعودا و20% هبوطا، وده امر طبيعي جدا هيتم التداول على السهم من بكره في اطار الحدود دي بإذن الله. طيب توقعاتك لخلال الفترة اللي جاية يا دكتور رانيا؟ فيما يخص البورصة في الحقيقة خليني أقول لحضرتك إن الأصول المصرية والشركات المصرية المطروحة في البورصة هي شركات بتتداول بأقل من قيمها العادل ومضاعف ربحيتها مقارنة بالشركات نفس الشركات دي اللي موجودة في نفس القطاعات في بورصات أخرى عربية أو في أسواق منافسة حوالينا هي الأقل، فبالتالي هي بتمثل فرص جاذبة جدا. وبرضه يجب ان انا انوه ان مش احنا بس اللي شايفين الاصول المصريه بتاعتنا جاذبه، لا الاهتمام العربي من الصناديق، ويمكن بكره هيتم الاعلان من جانب مجلس الوزراء عن اسلام مجموعه من الصفقات الخاصه بالشركات المصريه اللي هيبقى عليها عمليات استحواذ. أيوه. فده بيؤكد هذه النظره. الى جانب ان المصريين نفسهم من الربع الاخير من 2022 ابتدينا نلاحظ ارتفاع اعداد المكودين في البورصه بصوره كبيره وارتفاع احجام التداول، فخليني اقول لحضرتك ان احنا في هذه الفتره بنتوقع ان السوق يبقى فيه تجميع، وان احنا مع الربع الاخير من هذا العام نبتدي نشوف دوره صاعده للسوق المصري. مساله انه الاسهم المصريه متداوله باقل من اسعارها الحقيقيه، انا قريت الكلام ده تقريبا من حوالي 6 شهور، لما قريته وصححيني ارجوكي، لما قريته كان مكتوب انه يتم التداول على الاقل من 30% انها مقيمه باقل 30% من القيمه العادله بتاعتها، هل ده صحيح ولا بتقيميه
بكام في المية؟ ممكن مش كل الأسهم يعني بتتداول بقيم أقل من القيم العادلة، ولكن بصورة عامة هي أسهم بتعتبر رخيصة جدا مقارنة بغيرها من الأسهم، مضاعف ربحيتها منخفض للجاية للغاية. فخليني أقول لحضرتك يعني إحنا كان عندنا أحد الأسهم بيتم تقييمه لإتمام عملية تبادل، وده أسهم من الأسهم القيادية كان بيتداول بأقل من قيمته فيما يقترب من مستويات 30%، وبالتالي ده يمكن اللي بيرسل رسالة للمستثمر. النهاردة عمر ما هيجي مستثمر يشتري في سوق الأسهم بتتداول قرب قيمها. أصل ده معناه أنا هستفاد إيه؟ حلو، ده معناه وصححيني برضو، يعني دايما اطلب منك التصحيح، انت الخبيره في ذلك الحقيقه، انه ده معناه انه لو انا افترضنا انا يوسف وعايز اخش على الطروحات الحكوميه، فلما باجي اشتري انا بشتري سهم او بشتري بستحوذ على شركه او مؤسسه ما اسهمها مقيمه اصلا باقل من قيمتها، هنقول مثلا 30% او 20%، وانس انا او فور ما انا اتممت عمليه الشراء انا كسبت الصبح ال 30% او ال 20% او ال 15. لا مش شرط انك تاني يوم تكسبهم، ولكن انت بتتوقع، ومش دايما احنا بنشتري الحاجه عشان هي مقيده باقل من قيمتها، ما انا ممكن اشتري الحاجه عشان توقعات المستقبليه لهذا السهم او هذه الشركه. مش انا لو انا اشتريت ان احنا نشوف عليها صعود في الفتره القادمه، مش لو يوسف اشترى هذه الشركه اللي محطوطه من ضمن ال 32 في الاطروحات الحكوميه، ده معناها ان هذه الشركه واعده وانا مش جاي اشتريها عشان هي غير واعده. كون ان انا اشتريتها واعده ده معناها انه سهمها المفروض هيطلع. المستثمرين بيشتروا الاسهم عشان هي مقيمه باقل من قيمتها، ولكن ممكن يشتريها عشان توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لهذه الشركه، علشان الشركه دي في قطاع متوقع ليه معدلات نمو كبيره، علشان الشركه دي في قطاع بيستفاد من ازمه معينه، عشان الشركه دي ليها ايرادات مثلا دولاريه بتفطر بالدولار. طيب ما هو يبقى نجاح عملية الشراء أو الاستحواذ أو الطرح إلى آخره يساوي أنه السهم هيطلع هيطلع في كل الأحوال طالما نجحت العملية بتاعت الشراء. بالطبع بالطبع. وخليني أكد لحضرتك يعني إحنا في العام الماضي في عام 2022 في مارس يمكن تم الإعلان من أحد استراتيجية السيادية عن استحواذه عن مجموعة من الأسهم المصرية. كل هذه الأسهم بعد الشراء بحوالي 6-7 شهور صعدت وعملت مستويات سعريه مرتفعه جدا، في بعضها تعدى ال 50 و60%. هو ده اللي انا بقوله، فعشان كده انا بفكر معاك بصوت عالي مساله الـ بالمصري كده الفصال الكتير اكتر مما يجب، مفهوم جدا انها صفقات وكل حاجه وكله لازم يكسب، بس مساله ان انا عايز اكسب بدل الطائين وثلاثه وعشره انا بالنسبه لي بس ما بفهمهاش، لانه هو السهم كسبان كسبان، امال انت جاي تشتريه ليه؟ وانت جاي تشتريه عشان بتحبني؟ خليني اقول لحضرتك انا دايما بقول الجمله دي، اللي بيشتري النهارده اسهم هو ما بيشتريش الحاضر، هو بيشتري المستقبل. دايما السيولات اللي موجوده في هذه الصناديق والمستثمرين والاجانب بيدوروا النهارده عندهم فوائد ماليه، والنهارده الكل يعلم ان جميع العملات قيمها بتنزل، فالجميع يبحث عن فرص استثماريه واصول جيده بيحط فيها امواله، علشان مش بس يبص ان الفلوس دي العائد عليها، لا عشان يحافظ على قيمه هذه الاموال، يحافظ على الثروه طبعا. أنا بشكرك جدا يا دكتور رانيا، كل الشكر ليكي دكتورة رانيا يعقوب خبير الاقتصاد وأسواق المال.